رفع إنتاج النفط من قبل كبار منتجي أوبك يعمق الجدل من حيث الأسعار، خصوصا وأنه يؤثر سلبا على بعض الدول المنتجة للنفط. فوزية من سعدي تحدثنا أكثر عن الموضوع. انخفاض أسعار النفط المستمر وتأثيره السلبي على بعض الدول المنتجة لم يمنع كبار مصدري النفط الخام في منظمة الأوبك من الرفع من نسبة إنتاجهم، حيث كشف تقرير لوكالة رويترز أن كبار مصدري النفط يضخون حوالي 2 مليون برميل يوميا أكثر من المطلوب، وهو ما يشكل أكبر فائض منذ أقل من 10 سنوات. توقعات بزيادة الإنتاج بنحو 30.36 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من السنة الجارية، بعد أن أنتجت دول الأوبك 30.27 مليون برميل يوميا في الربع الأول. سعي دول مصدرة للنفط في الرفع من قدرة إنتاجها هي محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار حسب تفسيرات المختصين في المجال. بعد البلدان هذه يعني معروفة باش يعني تحافظ على القدرة الشرائية نتاعها، كما روسيا اللي ربما ما نهضروش على إيران تحت حرب، والله بعد البلدان باش يحافظوا على تحفيز على الأسعار يزيدوا في الإنتاج، وهذا يعني الفرق بين العرض والطلب يعني عنده تأثير سلبي. الغموض يكتنف قرار رفع الإنتاج رغم تسقيفه من طرف الأوبك في اجتماعها الأخير، ليبقى التساؤل مطروحاً، هل سيساهم هذا الرفع في دعم الأسعار أم هو مقدمة للمزيد من التدهور؟